زي ما حضراتكم تابعتوا مجموعة كبيرة من ورش العمل وكمان من الجلسات، وهذه الجلسات ورش العمل بتتم بالتزامن في نفس التوقيت زي ما كنا بنقول انه في جلسات كتير هتحصل في نفس اليوم وهتكون بالتزامن. نروح لتقرير آخر عنوانه قادرون باختلاف في منتدى شباب العالم. يعني في نماذج كتيرة جدا من قادرون باختلاف قدرت تثبت نفسها في مجالات كتيرة، عندنا نماذج كبيرة ونماذج ملهمة من قادرون باختلاف اللي بيشاركوا وشاركوا بالفعل في النسخ الثلاثة من منتدى شباب العالم. زي عندنا أحمد شحاتة كان بيحلم أن يكون في مؤتمر لذوي الهمم، وبالفعل بقى عندنا مؤتمر، بقى عندنا قادرون باختلاف. عندنا كمان ياسين الزغبي لف محافظات مصر كلها. ليه؟ أولاً بالعجلة بتاعته. ليه عمل كده؟ عشان يجيب مجموعة من الطلبات ويقدر يحصل على أكبر عدد من الطلبات عشان يقدمها لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. دلوقتي هنروح نشوف نماذج ملهمة من قادرون باختلاف اللي شاركوا في النسخ السابقة من منتدى شباب العالم. القادرون باختلاف هم نجوم منتديات الشباب بلا منازع، أصحاب الإرادة الذهبية، الحاملون لأحلامهم بغد أفضل لهم ولأقرانهم من ذوي القدرات الخاصة. هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان ما هم بيضيع وقت، لا يوم سلمت ولا استسلمت ووقعت وقمت وشهدت منتديات الشباب السابقة مشاركة فعالة لذوي الهمم، طرحوا خلالها أفكارهم ومطالبهم، وكانت الاستجابة الفورية لهم من الرئيس عبد الفتاح السيسي. من منا ينسى شعر أحمد شحاتة وحلمه بمؤتمر لذوي الهمم والذي تحقق بقادرون باختلاف؟ قدرت أكتب وقدرت أقرأ، حطمت بالصبر حواجز، وإزاي يقولوا اللي أنا عاجز، العجز إيد مش شغالة. أو ياسين الزغبي بملتقى شباب الإسكندرية الذي وصل للقاعة على دراجته حاملاً مطالب المئات من محافظات مصر، أو حضن الرئيس الأب لذوي الهمم من المشاركين بماراثون دراجات شرم الشيخ. لقطات رسخت بالذاكرة للمئات من شباب ذوي القدرات من كل العالم المشاركين بورش عمل للبحث عن تطوير حلول مبتكرة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بالصعوبات التي تواجههم وتوفير الحلول المبتكرة لدمجهم في المجتمع، موجهين رسالتهم ومطالبهم للرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال نماذج العمل التي يشارك بها، ليشهد المنتدى في نسخته الرابعة حضوراً مميزاً لذوي الهمم في إطار حرص إدارة المنتدى على التمثيل العادل والمتنوع لكل فئات المجتمع.